بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
من جند
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَإِنْ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء
أَوَلَيْسَ
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم
أَشَجَّرْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم
هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.